كابتن ياسر، اكيد بطوله مش سهله، اكيد كمان انتوا كنتوا رايحين يعني على المجهول، ما فيش يعني كل طوله بذات الشباب والناشئين بتروح كل سنه تلاقي لعيبه جداد ومنتخبات جديده واشكال جديده، اتعاملت ازاي مع البطوله كابتن ياسر؟ والله بص، هو يعني كان في حصل الاول ايفنت اتعمل من قبل اتحاد السله تحت رعايه كابتن رحاب الغنام، الانتقاء طبعا اللعيبه عشان يبقى طبعا انتقاء عادل، في انت بتمثل مصر ومنتخب مصر لازم يبقى في فرص لجميع الناس متساويه. وبعد الايفنت دوت اخترنا مجموعه من الناس، بعد كده اتعمل معسكر مفتوح، بعد المعسكر المفتوح ده قعدنا برضو في معسكر مغلق حوالي اسبوع او 10 ايام، ومن خلالها بدانا نحط ايدينا على اللعيبه اللي هتسافر معانا في كاس العالم. بحياديه تامه، بعيد عن النادي الاهلي، بعيد عن نادي الزمالك، بعيد عن اي نادي، اي انتماءات. ده منتخب مصر اللي بيمثل مصر، مش معنى وجود ثلاث لعيبه من النادي الاهلي معناها ان اللعيبه الثانيه لا ما فيش، لا دول احسن ثلاث لعيبه موجودين، بالاضافه الى احمد ياسر ريحان للسبورتنج، اضافه قويه جدا للمنتخب. وحابب اشكر قبل ما يخلص يعني الكلام بتاعي ينتهي كابتن رحاب الغنام، ما سابتش البعثه تقريبا يوميا، كل يوم معانا حتى واحنا في المجر. كابتن طلبه بيتصل بينا، كابتن مجدي ابو فريخه، كابتن محمد مصلحي، تقريبا كلهم بيحاولوا يشدوا من ازرنا. الموضوع كان في البدايه يعني داخلين على نمط جديد وكومبيتيشن جديد في الرياضه. خدنا الموضوع ستيب باي ستيب، كل ماتش اعمل اجتماع مع الولاد، بنحط اسس هنعمل الماتش دوت ايه والماتش اللي بعده ايه، نخلص من الماتش الاولاني نبتدي نفكر في اللي بعده واللي بعده واللي بعده، لغايه ما ربنا كرمنا وصلنا دور الثمانيه، وهنا بدانا قصه ثانيه خالص. صحيح صحيح صحيح.